أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص مصر على القيام بدور رئيسي في عمليات التحول الدولي للطاقة النظيفة بما يعود بالفائدة على المستويين الاقتصادي والبيئي. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجموعة كوبيليوزوس اليونانية للبنية التحتية. وطلع الرئيس المصري خلال لقاء على تطورات مشروع جريجي للربط الكهربي مع أوروبا وجهود تعزيز العمل المشترك لتنفيذ مشروع إنتاج أكثر من 9 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية. وأوجه الرئيس المصري بتسريع جهود التعاون وتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه مشروعات المجموعة في مصر.